بدورها أعلنت الحكومة الفرنسية أن باريس تتمسك بالحوار والدبلوماسية لخفض التوتر على حدود أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة إن فرنسا ما تزال بانتظار تأكيد وجود انسحاب جزئي للقوات الروسية، موضحا أن ذلك في حال حدوثه يعد إشارة إيجابية لبدء خفض التوتر. شدد المتحدث الفرنسي على أن باريس ستبقي وستبقى في أقصى درجات اليقظة، مشيرا إلى أن هناك مشاورات دولية مكثفة سيجريها الرئيس ماكرون خلال الساعات المقبلة بشأن أوكرانيا. ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو، تنضم إلينا مراسلتنا أريج محمد، ومن العاصمة الأوكرانية كييف مفضلة نضال كنعنة، ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، وأخيرا من العاصمة الفرنسية باريس مراسلتنا عزة غريبة. أهلا بكم جميعا. طبعا لازلنا في استطلاع لآخر التطورات الخاصة بهذا التهديد الوشيك كما أكدت أغلب العواصم الكبرى لهجوم محتمل روسي على أوكرانيا، لكن الإشارة التي أعطيت من قبل روسيا اليوم هدأت من روعة بعض العواصم. أبدأ منك أريج، ما الذي يجري في روسيا حتى الآن، وهل تأكد انسحاب هذه القوات أو بعض هذه القوات من الحدود الأوكرانية؟ نعم مروج، في الحقيقة هناك تعويل وأمل روسيا على المسار الدبلوماسي والجهود الدبلوماسية، خصوصا بعد القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستشار الألماني أولف شولتز في الكرملين وانتهت منذ ساعتين من الآن، وقد أدلى من خلالها الرجلان بتصريحات مهمة تدل على رغبة الطرفين ومضيهما في الحوار كمسلك للخروج بتفاهمات ربما ليس فقط حيال الأزمة الأوكرانية التي يعتبرها الكرملين تعتبرها موسكو جزءا كما تقول من المعضلة الروسية الغربية، وإنما أيضا للخروج بتفاهمات أشمل فيما عبرت عنه موسكو وطلبته من ضمانات أمنية. طبعا لازال دخول أو انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي خطا أحمر بالنسبة لموسكو، تحدث عنه الرئيس الروسي بشكل مفصل ومستطرد. تحدث أيضا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية عن تملص كييف من التزاماتها من اتفاقيات مينسك، لكن هنا أشار إلى أن الحل السياسي والدبلوماسي ما زال قائما بالنسبة لموسكو، وطلب من الغرب، طلب من ألمانيا، من دول الاتحاد الأوروبي، من واشنطن الضغط على السلطات الأوكرانية لحملها على تنفيذ هذه الالتزامات، سيما وأن هناك ضغوطات تمارس على وتضييقات تمارس على سكان تلك المناطق فيما يتعلق بمناطق التوتر جنوبي وشرق أوكرانيا والتي تدعمها روسيا وتتفهم مخاوف سكان هذه المناطق، بالإضافة طبعا إلى موضوع الضمانات الأمنية التي أخذت حيزا واسعا من هذه المناقشات. نعم. وكانت روسيا قد استبقت بالفعل هذه القمة بإيقاف عدد من مناوراتها، أو كما قالت إنهاء عدد من مناوراتها في منطقتين الجنوبية والغربية العسكريتين من روسيا، حيث بدأت القوات العسكرية الوحدات العسكرية والجنود يعودون إلى ثكناتهم بشكل تدريجي. طيب أتحول إلى الجانب الأوكراني لديك نضال كنعنة، ما المؤشرات التي تستطيع قراءتها الآن خصوصا مع الحركة الدبلوماسي الواسع للزعماء الغرب سواء كان في زيارة أو اتصالا بالزعماء الأوكران؟ نعم مروج، يعني عمليا الشارع الأوكراني أولا استقبل هذه الأنباء بارتياح. الحكومة الأوكرانية هي أيضا مرتاحة أو تحاول أن تبدو كذلك، لأنها تتعرض على الأغلب لضغوط دبلوماسية غربية من أجل تقديم تنازلات والوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة. هنالك ضغوط تمارس على الحكومة، هنالك تلميحات اليوم وردت على لسان المستشار الألماني من موسكو والذي كان في كييف بالأمس، أشار إلى قضية الدونباس وأيضا أشار إلى قضية انضمام أوكرانيا إلى الناتو. هنالك ارتياح ولكن هنالك تشاؤم، هنالك تخوف من الموقف الروسي، هنالك عدم ثقة بين الطرفين، وما يعزز هذا الشعور هو ما يجري في الساعة الأخيرة، حيث أفاد مركز المعلومات التابع لمجلس الأمن القومي الأوكراني بأن عدة مواقع إلكترونية أوكرانية رسمية تتعرض لهجوم إلكتروني صعب للغاية، مما أدى إلى تعطيل مثلا موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، موقع الجيش، وعدد من مواقع البنوك
البنوك الأوكرانية، وبالتالي هنالك صعوبة في الوصول إلى هذه المواقع، مما يعني بأن موسكو ليست بحاجة للدبابات فقط لتنفيذ هجوم على أوكرانيا، هي تستطيع ذلك عن بعد. وفي مثل هذا الهجوم حتى أوكرانيا لا تستطيع اتهام موسكو، أو على الأقل موسكو الرسمية. إذن تحول إلى واشنطن مجدي يازجي، ضعنا في صورة الموقف الأمريكي من كل ما يجري الآن، وخصوصا هذه التطورات الأخيرة الخاصة بسحب جزء من القوات الروسية من الحدود الأوكرانية. مروج، يبدو أن الجهود الدبلوماسية المحمومة التي كانت تجري في الأيام الأخيرة قد بدأت تؤتي بأكلها ولو بشكل جزئي وبسيط. الموقف الرسمي الأمريكي الآن الصادر عن المسؤولين الأمريكيين يشير أن فيما لو صدقت الأنباء بأن هناك انسحاب جزئي للقوات الروسية المنتشرة على الحدود مع أوكرانيا، فهذا سيكون أمر مرحب به. ولكن يؤكد المسؤولون الأمريكيون أنه لابد في البداية من التأكد من هذه الأنباء وتوثيقها، وبعد ذلك الحديث عن نتائجها وانعكاساتها على الأرض والميدان وأيضا في المجال الدبلوماسي. هذه نقطة. نقطة أخرى ما جاء على ذكر نضال هو في غاية الأهمية من التعرض لمواقع رسمية في مؤسسات أوكرانية لهجومات إلكترونية متعددة، طالت الجيش ومؤسسات أخرى في الداخل الأوكراني. هذا بالضبط مروج ما كانت تشير إليه المعلومات الاستخباراتية الأمريكية عن أنه بوابة الهجوم الروسي على أوكرانيا من قبل شن الهجمات السيبرانية والإلكترونية. وبالتالي علينا أن ننتظر الأيام المقبلة لنرى كيف سيتم تطور الموقف، سواء ميدانيا إلكترونيا الآن وبعد ذلك دبلوماسيا وسياسيا. ولكن حتى اللحظة هناك أمال لانفراجة دبلوماسية ما، وهناك شعور بارتياح وارتياح وتفاؤل حذر في الداخل الأمريكي نتيجة هذه التصريحات القادمة من موسكو. هل سيتم البناء عليها؟ هل سيتم تأسيس عليها لحقائق ملموسة على الأرض؟ هذا ما يجب أن نتابعه بالتفصيل طبعا خلال الأيام المقبلة. صحيح. أتحول أخيرا إلى عزة من باريس. عزة، كيف تنخرط باريس في كل ما يجري الآن والمواقف الفرنسية الرسمية من هذه التطورات؟ وربما أبدأ مروج من التطورات الأخيرة التي أشار إليها نضال، وهي الهجوم السبراني الذي تعرضت له عدة مواقع في أوكرانيا، لأن أوروبا تقول بأن الاتحاد الأوروبي وأوروبا بالعموم هي مسؤولة عن أمن هذه القارة ودول هذه القارة. وفي المرة السابقة عندما تعرضت أوكرانيا لهجوم سبراني كان هناك تكثيف للقدرات الأوروبية لمساعدة أوكرانيا على تأمين وعلى ضمان الأمن الرقمي. ما الذي سيقوم به الاتحاد الأوروبي الآن بعد هذه الهجمات، خاصة فرنسا وهي رئيسة الاتحاد دوريا؟ وفي الوقت نفسه هناك اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل في الساعات القليلة المقبلة، أيضا سيدرس الموضوع العسكري وما أشار إليه مجدي من انسحاب القوات والموقف الأمريكي، لأن وزير الدفاع الأمريكي أيضا سيكون حاضر في هذا الاجتماع. إذن هناك تشاور أمريكي أوروبي، وهناك بحث بين الأطراف الأوروبية لكيفية الرد على هذه الهجمات السبرانية، لأن الأمن الرقمي الأوكراني يعتمد بشكل كبير على الأوروبيين الذين تعهدوا بذلك. شكرا جزيلا لشبكة مراسلين من باريس مراسلتنا عزة غريبي، ومن واشنطن مراسلنا مجدي يازجي، ومفدنا إلى كييف نضال كنعنا، وأخيرا أشكر مراسلتنا من موسكو أريج محمد. شكرا جزيلا لكم جميعا.